يسرنا أن نلتقي من جديد حضرة مدرب فرقة أرز لبنان الفولكلورية في أستراليا الأستاذ إيلي عكوري ليخبرنا عن يوم أستراليا وما هي الأشياء التي حصل عليها من تكريمات كثيرة في هو يستأهلها بكل تأكيد، ولكننا كنا نتأمل أن تأتيه من بلادنا من لبنان، وها هو الآن يخبرنا ماذا حصل البارحة. أستاذ إيلي أهلا وسهلا فيك بتلفزيون الغربة. شرب صباح الخير لأنه هلا وعينيك الساعة 9:30 ما بيأثر نحن واقعين بس نشوفك. بيوم أستراليا وصلت لنا أخبار ونشرناها أنه بالأبورجينيز اختاروك أمبسادا فور كالتشا، يعني سفير الثقافات. كمان بانكستان كانسل بلدية بانكستان كمان عملت لك أشياء تقديرية بيوم أستراليا. خلينا نبلش بالأبورجين من شعب أستراليا الأصلي، شو صار بالأوبرا هاوس؟ مين كان موجود وشو كان هاللي صار؟ خبرنا عنه. نهار الأحد 26 الشهر كان عيد أستراليا، الافتتاح كان بالأوبرا هاوس بدعوة من اللجنة المنظمة للمهرجان. اختاروني أن يكون من ضمن الأربع أشخاص اللي بيمثلوا القارات الأربعة، من كل قارة شخص جابه يمثل بلدون القارة ويجيب شيء من بلده لتبخير جسر سيدني. هذه عادة قديمة كانوا يعملوها يبخروا الجسر أو الأوبرا هاوس. الجسر ولكن كان احتفال ينطلق من الأوبرا هاوس. الساعة 6 الصبح كان بلش الاحتفال أو 6:30، كان في حكمة الولاية ماري بشير وجوزها هناك، كان في كتير صحفيين وتلفزيونات، وما كنت متوقع بصراحة يكون هالاحتفال كبير. بالبداية كان في كلمة كبيرة وطويلة لماري بشير حكمة الولاية وللمسؤولين اللي اجوا من قبل يوم أستراليا. الكلمة الحلوة اللي حكيها هو عن الأبوريجينز، شخص بيمثلون. وبعد هالشي كان في رقصة للأبوريجينز اللي كانوا يرقصوها من زمان قبل ما أجوا الإنجليز والعادات اللي كانوا يعملوها. هاليوم هذا هو انطلاقا لتثبيت أنه تكريم الأبوريجينز والشعب الأصلي لأستراليا. من بعد ما الرقصة بيجي شخص كبير بيمثل الأبوريجينز بكل الاحتفالات، عمره يمكن 80 أو 85 سنة، إجا بخر الموقع اللي كنا فيه بالنار وبالدخان. وبعدين كنت أنا أول شخص بقدم شلح أرزي بنحط بمطرح التبخير، والثلاثة الباقيين إجوا حطوا كل واحد. ماري بشير شافتك عم تحط شلح أرزي؟ أكيد دو. إنه عرفت إنك حامل شلح أرزي من بلادك كمان. إيه جت كلبنانية. إجت حكيت معي وسألتني من أي ضيعة حتى بلبنان. إنه تتعرف لم تعرفني قبل، وجوزها نكبة بعرفه من زمان. هلا من بعد ما حطينا كل الشلوح الشجر والأرزي في الكانو يلي كانوا يستعملوا قديما الأبوريجينز تتنقلوا بأستراليا، أخذ البخور من الأوبرا هاوس لتحت الجسر سيدني، وهونيك كانوا يعملوا له منصة. المنصة هونيك يحطوا فيها هذا البخور من الكانو وبخروا، طلع دخان كثير تحت الجسر. بالوقت نفسه رفعوا العلم الأسترالي والعلم الأبوريجينز على جسر سيدني، وجدت صبية كثير صوتها حلو غنت نشيد الأسترالي بالأبوريجيني ولا بالإنجليزي؟ لا بالإنجليزي. طيب أنتوا بالأوبرا هاوس، نعم، كان في ناس منهم كمان على ظهر جسر سيدني عم بيرفعوا الأعلام وكذا وتشوفوا كل شيء. ايه طبعا يعني كانوا منظمينها بشكل ممتاز. ايه كثير حلو. كان في بس مباشر للتلفزيون، أنا حقيقة ما عرفت إنه حطوها على التلفزيون. من بعد ما جيت على البيت بعتولي الفيديوز يلي التلفزيون اللي بس سكايب نيوز. آه. وبعدين رجعوا من عشية كل التشانلز حطوها. حطوا بس إنه لمحات، لكن سكايب نيوز حطت كل الاحتفال. كان شي ساعة ونص تقريبا. طيب شو كان دورك أنت ك
سفير للثقافات، شو اللي طلبوه منك؟ بصراحة أنا حكيوا عنك هونيك؟ حكيوا عنك؟ إيه حكيوا، هلا بالفيديو أنا شفت إنه إيه طبعًا حكوا عن كل شخص قدم شيء حكوا كيف إجى على أستراليا وشو عامل وشو بيمثل. ف دوري أنا كان ما بعرف ليش سموا امباسلر، يعني بشكرهم، بس إنه كان دوري إنه أقدم عن القارة الشرق الأوسط واختاروا الشلح الأرز لأنه هو بيمثل بلدنا وعالمنا. طيب سألوك قالوا لك إنه بدك تحكي مع الإعلام، إذا بتحب تحكي مع الإعلام أم لا؟ إيه طبعًا، كان في هناك كثير إعلام بالمسكين صحفيين وتلفزيون، فرد شخص فرد بفتكر جريدة إجت أخذت مني كلام ورحت، لأنه ما في يعني بعد ما خلص الاحتفال ما بقى في شيء. طيب بدنا نحكي عن بانكستان. نعم. شو اللي صار ببانكستان؟ هلا بانكستان يعني بمجرد نحن بكانتربي بانكستان كل سنة، إن كان كاتبري أو كل البلديات بتعمل احتفالات لعيد أستراليا وبتقدم awards، إن كان volunteers أو citizen of the year، كل البلديات بكل مناطق. فحدا بده يكون قدم اسمي لبلدية بانكستون بمجرد لأني بمنطقة بانكستون، فقدم. ما لازم لك حدا يا إلي، ما لازم لك حدا، إذا ما بيشوفوك معناتها هني عميان. إيه بس ما فين هني، أي بلدية ما فيها تجي تختار، هي بده يكون حدا عم بيقدم حدا، يعني هذا الأصل اللي لازم يصير. فحدا قدم اسمي والأعمال اللي أنا بعملها بالمنطقة، و volunteer of the year كمان عطوني شهادة هونيك بالأعمال اللي بقدمها بدون أي مقابل. إلي يعني نحن منهنيك على هالشيء، بس ليش استراليا بيوم استراليا ما عطيتك الأورد؟ الوسام قصدك؟ أيوة، هل بتوزعوا لكتير ناس؟ لا لا، هيدي لها قصة صارت قبل، ولكن ليش ما في حدا ياخد أورد أو وسام الملكة أو دهاية ميداليونز بأستراليا إلا ما يكون في حدا مقدم حالي؟ يعني أنا فيني أقدمك، أنت فيك تقدمني، نايب منطقة في قدمني، ما حدا يمكن بعد قدمني. ولكن من 15 سنة بول زامت قدم اسمي أنا وحدا من أبناء الجيلي وقف، هيك صار معنا نحن كمان، انه هيك ما عدنا همتنا كل هالأشياء. ايه فأنا ما يعني أنا ما فيني أقدم عن حالي، يعني بالنهاية طبعاً نحن نشكر أستراليا، أنا بشكر الأشخاص اللي بيحطوا لي اسمي بأي مجالات، ولكن أنا ما بتهمني إنه نحطوا ما نحطوا، لأنه مش عم نشتغل نحن للأوسمة أو للشهادات، ولكن التقدير حلو مش عم بقول لا، ومثل ما قلت بشكر الأشخاص اللي بيتذكروني أو بيقدروني للأعمال اللي بنعملها، ولكن مش هالغي بالنهاية. هل اللي صار بيوم استراليا كان لإلي عقوري ولا لمدرب فرقة أرز لبنان؟ لا، مدرب فرقة أرز لبنان. يعني كل هالتكريم كمان حصلت عليه فرقة أرز لبنان؟ أكيد، كل عضو اللي دخل من 1973 لهلا هو مشارك مكرم. مشارك بهالتكريم. إلي شو نشاطات الفرقة اللي عم تتكرم دايما؟ نشاط هلا بلشنا من جديد، مثل ما بتعرف كان في عنا فرصة بلشنا من جديد، طبعا مثل العادة احتفالات وأكثر شيء أعراس بنشارك فيها، ولكن التحضير هلا لأنه آخر مقابلة معك قلت للناس إذا ما بتنزلوا على الكارنفال مش عاملوه، ولكن نزلوا ما بقى فيني أتراجع، فالتحضير هلا للكارنفال إن شاء الله رد اللي هو بأكتوبر. يعني بتبلش تحضر له من سنة؟ ايه بفكر انه شغلة يوم يومين، نحن نبلش من هلا نحضر للمهرجانات والاحتفالات، وهو يعتبر كارنفال لبنان اكبر احتفال لنا. طيب هذا الكارنفال مثل ما عرفنا يعني وخبرونا اللبنانيين اللي اجوا انه كان في شعب كتير. نعم. شو اللي خلى هالشعب يروح؟ تهديدك لهم او
شيء تاني؟ لا 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 ما بفتكر تهديد، هو ما كان تهديد، هو كان طلب التمنى انه الناس ينزلوا، والا اذا ما كانوا موجودين مش عارفين نكفي، لانه مش معقول ننزل لتحت من بعد هالتمارين كلها ما نلاقي حدا. وما كان تهديد، هو كان تمنى، ولكن نزلوا. بمجرد انه نزلوا مجبور انا كفي، مش لانه مجبور، ما بحب، بحب، ولكن بحب انه يكون في ناس. هذا من ضمن الاشياء اللي عم نعملها. الشغلة الجديدة او اللي بشدد عليها السنة وبأول اجتماع كنا للفرقة، هو انه الفرقة مش لازم تكون بس تمرين وتقديم وحفلات وكل واحد يروح على البيت. قلت لهم لازم كل شهر نروح نسهر مع بعضنا، يعني بمطعم او بمطرح، ولازم نعمل رحلات مثل ما كنا نعمل قبل، ولازم نعمل نشاطات للشبيبة للشباب والصبايا، غير انه بس تمرين وتقديم بالحفلات. استاذ الي، في عالم قالوا لي نحن كنا كرنفال لبنان، قلت لهم نزلتوا لتحت؟ قال لا، نحن شفناه على التلفزيون الغربي. مظبوط. يعني نحن نشرناه كله بتلفزيون الغربي. مظبوط. طيب ليش تطلب العالم؟ ما اعطينا الشريط ونحن بنوصله على بيوت العالم. بس تنعمل الشريط لازم يكون في عالم. بس لا ما في، مع المباشر هذا صف شيء تاني. بس انت ممكن تنزل لتحت تنقول مهرجان ما يكون في ناس؟ اللي بدي بخر نكفي الحديث. رحت على لبنان هالسنه؟ لا. ليش؟ اول شيء كان في ظرف عائلي، يعني مرتي كانت مريضه، كنت نازل يعني قبل بيومين لغيت. انا كل سنه بنزل على العيد راس السنة، قبل بيومين نزل. والسبب الرئيسي اللي هو الأوضاع اللي هي بلبنان، لأنه قبل بيومين ثلاثة كان في انفجارات وتهديد وهالأشياء، فما نزلت. لا استاذ لي، أسه الناس بلوموك على الكلام اللي قلته بإحدى المقابلات إنه ما بترجع لبنان وما بتسكن بلبنان وما بتخلي ابنك يسكن بلبنان، بعدك على هالكلام؟ أكثر من قبل. إلي في عالم عم بيحكوا ويقولوا إلي نكر لبنان وبيبين باسم لبنان برا، يعني بيرفع اسم لبنان برا وعم بينكر لبنان داخليا. ما فيني اضحك على حالي وعلى الناس. يلي انعمل للبنان من قبل إلي والفرقة ما بفتكر في حدا عمله إعلاميا وفلكلوريا، ولكن ما فينا نضحك ونطمس الحقيقة. هاي استراليا بلدنا اللي عطتنا مجالات كتيرة، وفتحتنا مجالات انه نعيش ونقدم ونحافظ على تراثنا. اذا انا كنت بلبنان ما فيني اعمل اللي عم بعمله هون، يعني ما فيني اخدم لبنان مثل ما اني عم بخدم لبنان هون، وما فيني اعيش بلبنان مثل ما اني عايش هون. ما فيني اضحك على حالي وابعت ابني او بنتي يعيشوا هونيكي طالما انا مش مقتنيه. بس في عالم روحوا وعيشوا مبسوطين. الله يهنيهم، ان شاء الله بيكونوا مبسوطين. بس في عالم كتير راحوا ورجعوا. ففي ناس بتحب تروح وفيها تعيش، في ناس ما فيها. انا من الاشخاص ما فيني. قليل من سألتك مري بشير، من اي ضيعة انت؟ من اي ضيعة؟ قلت له انا من دربلة، من حد منكم؟ هي لانها هي من هونيك من المنطقة. اوكي، يعني هلا انت بتقول لدار بلا لا تتأملي بإلي عقوري؟ ايه، وبعت اراضي هونيك. ما بقى عندك شيء بدار بلا؟ لا لا بعت فيه، بس انه عم بقول لك انه انا ما فيني اضحك على نفسي وقول انا ايه يوم من الايام بدي ارجع. ما فيني، مش عفيني ارجع. كل سنة بروح مرة أو مرتين على لبنان، هذا حبي للبنان. كل سنة بترجع مقهور أكثر؟ مقهور أكثر، وبشوف إنه البلد عم برجع لورا أكثر. ما بعرف ليش، لأنه اللي مستلمين البلد مش عم ينتبهوا على البلد، مش عم يشتغلوا للبلد، عم يشتغلوا للناس برا. مستلمين البلد هو الشعب يا إلي، بس الشعب منو عم بيعرف يشيلهم، عم بيرجع يعطيهم التصويت ويردن هني زيتهم. أنا ما بلوم اللي بالحكم، أنا بلوم الشعب اللي بيوصلن للحكم. هلا أنا معك، بس إن إحنا مش عايشين هونيك تنعرف كيف هني بيعملوا الشعب حتى يضل متلقط فيهم. اللي عايش هونيك شربي، خلينا نكون واضحين إنه
ما في يدخل على وظيفة إلا بواسطة، ما في يعمل حتى إذا بده يبني الجل عنده بالضيعة بده واسطة، ما في يحمل فرد ويفنص فيه إلا ما يكون زعيم زعيم. فبفتكر إنه هذه أقطاعية من زمان، كانت أيام الأتراك للعيال، هلا صارت للأحزاب وخاصة للدين. مع الأسف أنا ماني شايف إنه لبنان راح يتغير، بضل هيك. البلد كتير حلو، أنا مش عم بقول على لبنان كأرض وكجو وكهوا، عم بقول أنا على الناس يلي مستلمين البلد مش خارج يستلموا. إلي سؤال أخير، إذا لبنان تغير وصار مثل ما بيحلم فيه إلي، تتغير نظرتك وبترجع؟ أكيد لك تتغير نظرتي، بس ترجع على ده بقاش في عمر ومش راح يتغير لبنان. بس إذا تغير مثل ما قال، ولا ممكن فيني أعيش هون كلا. هيدي أستراليا أنا بعتبرها بلدي، عم بشتغل لبنان من قلبي وأكثر، وما حدا خسر قد كرمال لبنان. بس ما فيني أنكر أستراليا، ولا ممكن أنكر أستراليا، وترجع عايش بلبنان صعب. بس طبعا نظرتي بتتغير ان شاء الله، على القليل يجيبوا كهرباء، على القليل يجيبوا مي. اخي راح من على العيد يعني، قال لي انه تحمم بالكالي وقت اللي كنا اولاد صغار يعني. لا حلو هذا الشيء، حلو له. لا مش حلو الواحد يطبخ على الحطب يتحمم بالكالي مثل ما كنا نحن. ايه بس مش بيروت، نحن ساكنين بيروت يعني. لا هلا لو كنا بالضيعة اختلف الأمر، بس نحن ليش ما حمل هالكيل وضرب له شي زعيم بالمنطقة عنده؟ ايه بس انه مثل ما قلت انت قبل شوي، اوكي الحكم للناس وللشعب، بس انا مغلوب على أمره. عم بقول لك مغلوب على أمره، الشعب مغلوب على أمره. بلا شوف مصر، قاموا رئيسين بأقل من سنة لأنه مش مغلوب على أمره. لا لأنه في عنده قيادين كتير قوية ومشي وراهم. نحن ولا واحد عنا قوي وتنمشي وراه، عنا نحن مشرزمين، عنا أشخاص مشرزمين. ليه هل بكلنا رقصتلن أنت بس إجوا؟ يس رقصتلن يس بس مشرزمين وعم ترقصلن. لا بطلت أرقصلن، لا بطلت أنا يعني. من آخر مشوار قلت لك إنه أنا نظرتي كيف، إجا كم ناس لهون وطلبوني ورفضت إني أدبك بقى لألون، لأنه ما فيني أكذب على حالي. يس مين اللي بتثبت له إذا أجا من لبنان؟ ولا واحد، حتى رجال دين؟ حتى رجال دين. اللي عقولي لحك تصير أنت رمز الثورة. لا لا مش هلأ، بس لا. مين ما أجا مسؤول من لبنان ما بيستاهل، لأنه ولا مرة اشتغل لبلده منيح. يمكن يجرب، عم بيحاول بس يعني مسؤول فارغ، مسؤول حامل اسم بس فارغ. ايه بطريقته يس، بطريقة انه انا مسؤول وانا لازم تعملوا لي هيك. يمكن يحاول يعمل شيء لبلد، ولكن على طريقته يعني، من ناحيه طيفته، من ناحيه البيئه اللي ساكن فيها. انه بس انا، نحن لازم نشتغل للبلد كله. هذا الاسلام والمسيحي ودروز ما شلوها من راسهم. مين من راسهم هون لما بيقوموا هون؟ لا 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 هون في اكثر. هلا لانه عم بفوتوا اللبنانيه هون. انا اللي شفته كشعب متحمسين لهالاشياء هيدي اكثر من الناس اللي موجودين للاسف هون. للاسف هذا نحن مرقت حرب 20 سنه ما صار هالشيء، العينين هلا تغيروا. مزبوط، لانه صار في طائفيه وحرب طائفيه. مزبوط، خربت لنا الجيله. مزبوط، فانا بتاسف انه يعني هلا اخر مده انا لا بزور حدا ولا بروح لها، بعمل شغلتي اللي هي اللي بقدر بعملها لبلدي لبنان وأستراليا، وبقعد ببيتي. وبتقعد عندنا كمان هون بيتي هذا. ايه يعني كل ما بدنا نسألك قعد مثل هلا بالقوة قعدتك تنعمل هالموضوع. هلا ما كان في اصلا انه جايين نعمل. لا لا انا قلت لك قعد نعمل مقابلة. اسمع كل كلمة استاذ إلي، شو اخر جملة بتقول لنا اياها للعالم؟ بدي اقول شغلة، انه حتى نحافظ على الشيء اللي عم نعمله لازم يشجعوا الشباب والصبايا انه يدخلوا الفرقه، لانه الفرقه صارت قليله، لانه في عندي اشخاص يتجوزوا او راحوا على الجامعه ما بقى فيني يكملوا. فبتمنى انه الشباب والصبايا
يجوا حتى نقدر نكمل. استاذ إلي نحن بنشكرك على هالمقابلة السريعة. Thank you شباب.